تحرص الجمعيات الخيرية في البحرين وبشكل سنوي على إهداء الأسر المتعففة سلالا رمضانية التي تضم المواد الغذائية في ظل التعليمات الصادرة بخصوص مكافحة فيروس كورونا، لما توقف الجمعيات هذه العادة السنوية، بل قامت بتوصيل هذه السلال إلى المنازل وسط إجراءات وقائية لسلامة كلا الطرفين. من دون تلامس، سلال رمضان تصل إلى باب الأسر المتعففة، تتولى القيام عليها ثلة من الجهات الخيرية تحرص على إسعاد تلك الأسر في هذه الأيام المباركة، على اعتبار أنها عادة سنوية يجب ألا تنقطع رغم الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البحرين والعالم بأسره جراء تفشي فيروس كورونا. طبعا عندنا توزيع السلال الرمضانية اللي متعودين عليها كل سنة، نطلعها من جمعية بصمة خير للأسر اللي موجودة عندنا. طبعا هالسنة بأوامر القيادة الرشيدة ان عدم التجمعات وان نحافظ على عدم انتشار هاي الفيروس، بيكون عندنا مبادرة ان يكونون في البيت ان شاء الله بإذن الله، ويكون احنا بنفسنا نوصل السلال لكل أسرة مدرجة عندنا موجودة. نقصد رمضان عادة بحرينية متأصلة لدى أبناء البحرين يحرص عليها أبناء المجتمع في كل موسم، ومن هذا المنطلق وضعت الجمعيات الخيرية نصب أعينها هذه العادة، فسخرت كل جهودها بالتعاون مع مجموعة من الشباب المتطوع لتحقيق هذه الغاية. حبينا كلنا بصمة اليوم في توزيع السلة الرمضانية اللي تعودنا كل سنة احنا نوزعها، لكن في هالظروف استثنائية حبينا ان يعني تكون لنا بصمة خاصة تبع الجمعية. بتوجيهات من القيادة الرشيدة حبينا ان نوصل سلة رمضانية لحد البيت حق سلامة المواطنين وسلامتنا. حبينا نهدي الأسر المتعففة اللي مسجلين عندنا بسبب الوباء المنتشر حاليا، بدل ما يجون هم عندنا وياخذونهم، فاحنا حبينا نهديهم السلال نوصلهم لين عندهم علشان يكونون في البيت عشان الظاهره دي ما تنتشر ازيد وازيد. سعاده غامره مغلفه بوعي شديد واجراءات احترازيه اتخذتها الجمعيات الخيريه بناء على توجيهات الحكومه الموقره في طريقة توصيل المساعدات الإنسانية للأسر المتعففة، ومن أبرزها سلال رمضان والتي اعتادت الجمعيات الخيرية على توزيعها في الشهر الكريم، يقابلها تفهم ووعي شديد من قبل الأسر المستقبلة لتلك المساعدات. عادة سنوية تقوم بها الجمعيات الخيرية لإسعاد الأسر المتعففة بالتزامن مع دخول الشهر الفضيل، وفي هذه الظروف الخاصة جاءت فكرة توزيع السلال الرمضانية على المنازل حفاظاً على صحة الجميع. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.